كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ميفيزيون سافير. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقت زوين معايا هذا النهار. سيرتو جايبه لكم واحد الوصفه اللي هي متداوله عندنا، وصفه سهله مهله صراحه، ما فيها لا خدمه ما فيهاش تمره كيف تنقولوا. المهم حاجه اللي كنديروها بريسك يوميا عندنا، الا وهي دوك الخبيزات ديال الفران. بالحق كل واحد كي كيديرهم، كل واحد تيديرهم بالطريقه ديالو، كل واحد تيديرهم بليزانغريديون ديالو. انا جيتكم هذا النهار بالطريقه ديالي، كنتمنى انكم تشوفوها وتتبعوها، وكنتمنى سيرتو انها تعجبكم. غاديش نديرو طرو دو سسبانس، غادي ان شاء الله نمشيو ونخليكم تشوفوا الخبيزات تاعنا كي غادي نديرو لهم. يلاه معايا اتسيت. دونك فوالا حبيباتي لي زانغريديون ان شاء الله اللي غادي نحتاجو ليهم باش نديرو الخبيزات ديالنا. عندنا هنايا 600 غرام ديال الفارين بيضاء، فارين نخمعالة. عندنا 200 غرام ديال الفينو، يعني ديك لا سومول تري تري فين، المهم سي كوم جي دي سي الفينو. عندنا هنايا واحد معلقة ونص ديال الزبدة، ابوبخي ديك 25 غرام ديال الزبدة. عندنا هنايا واحد 3 كويير ديال لا كريم ليكيد. عندنا اون كويير اون غروند كويير ا سوب ديال لو لي كريمي اون بودر. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، عندي هكذا هذه يابسه كتبع هكذا. وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال العسل. اي بيان سور باش انا غادي ندير غادي نقرص الخبز ديالي، انا اختاريت هاد الخطره الدشيشه، هاد الشيشه غليظه بحال هكذا. عندي 200 غرام، ممكن نستعملوه هي 100 غرام ولا 100 يكون على حسب زعما التقراص ديالنا، ممكن نستعملوه غير نص تاع الكميه. وعندي هنايا واحد 40 غرام ديال الكينوا، انتما كي كتشوفوا هذا اون فيت تتكون خفيفه دونك حتى في الخبز راه كتجي زويونه. دونك عندي 40 غرام ديال سميتها ديال الكينوا. وعندي هنايا واحد 600 سنتيلتر ديال الماء، بيان سور الماء على حساب لاباط ديالنا، حيت كاين لا فارين اللي كتشرب بلوس كو دو كو دوتر، دونك على حساب لا فارين. المهم انا عندي 600 سنتيلتر، غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نعجنوا، نشوفوا لاباط كي غادي تكون، وغادي نشوفوا الماء اللي اكزاكتومون اللي غادي نحتاجوا ليه. دونك هادو هما لي زانغريديون، غادي ان شاء الله ندوزو للطريقه تاع العمل ديال الخبزه تاعنا. دونك فوالا حبيباتي، اول حاجه هو غادي نهزو ان شاء الله الخميره ديالنا، غادي نديروها في واحد جوج معلقات ديال الماء شويه دافي، غادي نخليوها انها ترطب لينا شي شويه بيان سور، لو طون اننا نديرو كومون دير لا فارين ديالتنا. غادي نعجنوها اوجوردي ان شاء الله في لو روبو. فوالا غادي نديرو لا فارين ديالتنا، نديرو لو فينو ديالنا حتى هو 200 غرام، العسل، فوالا، غادي نديرو لاكخيم، وغادي نديرو الحليب ديالنا تا هو، ودابا غادي نزيدو بيان سيغ عندنا الخميرة ديالتنا من بعد ما كنشوفوها ارطبت لينا بحال هكدا. دونك بعد ما درنا لي زانغريديون ديالنا صافي غادي نديروهم عندنا في لوغوبو. فوالا وصافي غادي نديرو زعما لا فيتيس ان تي بو خفيفه، ما غاديش نديرو ان فيتيس ماكسيموم تو سويت. غادي نبداو الماء تنزيدو فيغ اميزيون، فيت غادي نزيدو شويه بشويه او ديبي، حيت العجينة تنبغيوها تكون العجينة بغيناها تكون خفيفة، ولكن ما نكثروش الماء من الاول، سينو غادي الا جرات لينا اون بو ريان فيغ، ابخي خصنا نزيدو لا فارين تو، دونك لي ميزيغ كلهم غادي يتشونجاو لينا. دونك سي بور سا إل فو راجوتي لو فيغ اميزيغ. غادي نزيدو ديك المليحة ديالتنا حتى هي، فوالا، إي بيان سيغ غادي نزيدو واحد شوية الماء باش ديك الملحة تدخل لينا حتى هي في العجينة، فوالا.
دابا كنشوفوا العجينه نتوما كي كتشوفوا كتبدا تتلصق لينا شي شويه. انايا غادي نكمل ديك الشويه ديال الماء اللي بقى ليا من 600 سنتيلتر. دونك كاع هاد القياس جاني هو هذاك توت فاصون 600 سنتيلتر تاع الماء دخلته ليا كلها هو العجينه. دونك فوالا quand on voit comme quoi notre pâte quand elle commence à se détacher من لي باغوا تاع لو بول en ce moment غادي نزيدو عندنا ان شاء الله غادي نزيدو البيغ ديالتنا. وما ننساش نقول لكم بان البيغ تيخصها تكون عندنا بحراره الغرفه سافو دير البيغ تتكون ا تمبيراتور امبيونت باش سا سرا بلو فاسيل انها تدخل لينا في العجينه زعما بلا ما تعجبنا. يا بخي صايي نعاودو نخدمو لاباط ديالي. دونك فوالا حبيباتي فاش تتشوفو هانتوما كي كتشوفو لاباط ديالتنا صايي من بعد ما خليناها كوميم طربات بامال تاع لو طون. غادي ندهنو ايدينا شي شويه بالزبده ولا بالزيت المهم غير باش ليسونسيال ما يلصقوش لينا. فوالا غادي نشدو العجينه ديالتنا بحال هكدا بيان سيغ غادي نديروها عندنا فين صلاه ديال هانتوما كي كتشوفو راه الصراحه زعما الخدمه ديالتها زوينه. دونك غادي نخليوها هكدا فهاد الصلاه ديال بحال هكدا غادي نديرو لها فيلم بلاستيك وصافي وغادي نخليو حتى تذوب الفوليوم عاد ننسى ان شاء الله ابخي غادي نبداو نديرو بها الكويرات ديالنا. دونك فوالا غادي نخليوها تكوتي وغادي ان شاء الله نرجعو من بعد ما تخمر لينا توتالوغ. يلا اتوتسويت. دونك فوالا حبيباتي من بعد ما هانتوما كتشوفو العجينة ديالتنا هي خمرات لينا فغيمون بيان. دونك غادي نديرو شوية الزيت هكدا في يدينا ولا في كاسينا كاريمون كوا. وهنا صافي غادي نبداو تنديرو الكويرات ديالنا. غادي نشوفو الكويرات اللي بغينا نديرو كل واحد يدير على حساب داكشي اللي بغا. كاين اللي بغا يديرهم صغيورين كاين اللي بغا يديرهم كبار كاين اللي بغا يديرهم طوستين. الصراحة هادوك تيكونو صغيورين تيكونو الصراحة تيكونو زويونين تيكونو هماويين زعما الصراحة حتى في الطفل الحطايتو تيجيو زويونين. دونك هانتوما كي كتشوفو ولا ديكازي لاباط ديالتنا فوالا. دونك غادي نبداو كنهزو ونجر الكويرات ديالنا كل واحد على حساب شنو كيف قلت غادي يدير. انا بغيت نديرهم كنا صغيورين شي شوية غادي نشوف شحال غادي دونك انايا الخبيزه هكذا غادي ندير فيها سولمون 130 غرام باش يجوني خبيزات زعما صغيورين. دونك فوالا يجوني بحال هكذا وغادي نحطوهم هكذا فواحد البلاطو هانتوما كي كتشوفو البلاطو اللي حنا دايرينه دايرين بابي كويسون باش ما يسقوش لينا بيان سيغ. وكنبداو نحطو الخبيزات ديالنا بحال هكدا. انا دابا كنهزهم وهكدا كنعبرهم اكوتي نتوما كاين اللي ما عندوش الميزان يدير عينيه ميزان زعما ماشي بروبليم يشوف على حساب بحال الشكل تاع كيفاش غادي المهم تنبقاو غاديين بحال هكدا كيف قلت حط هدايا الميزان كندير فيهم 130 غرام فوالا. و تنبقى غادية بحال هكدا المهم بالخبيزات بحال هكدا تندير نخلي من بعد شي شوية بحال هادي غادي نحط ندير فيها غير السيس باش ما يجيونيش الا غادي باقي يزيدو يخمروا واحد شوية دونك باش ما يتلاصقوش ليا ما يجوش ليا ملاصقين. دونك غادي نبقى بحال هكدا المهم وغادي نرجع من بعد باش نشوفو ثاني كيفاش ان شاء الله باش نسالوه كلها.
كنقول لي ما عندوش الميزان ماشي مشكل، انا غادي غير يدير عينيه ميزانو غادي يشوف الكويرات على حسب شنو. وما الصراحه فاش كنديروهم تقاده وحده تيجيو زويونين، سيغتو الا كانت شي عراضه ولا شي حاجه تيجي الديكور تاعهم كلهم بحال بحال تيجيو زويونين. دونك فوالا كيف قلت انا غادي نبقى هكذا نكملهم كلهم ونتلاقاو توتال ان شاء الله فاش نسالي كلهم الخبزات تاعي. دونك فوالا حبيباتي من بعد ما ساليهم ها نتوما كتشوفوا خرجوا لي اطبخي 14 الخبيزه وما سالينا اونفيت الخبيزات ديالنا. كنايطاليهم ام تي بو هكذا شويه بيدينا ماشي بزاف لحقاش بغيناهم كوميم يبقاو لينا شويه منفوخين شويه مفشفشين هكذا. دونك فوالا غير واحد الشي شويه تنشدو بحال هكذا ان كوتو ولا غازوا وشي حاجه تكون ماطيه كنشدوها وصيو تنبداو تنديروهم نفلحوهم بحال هذا الشكل هكذا بيان سور. دونك فوالا من بعد ما سالينا الخبيزات ديالنا كنشدو واحد شويه ديال الحليب بحال هكذا كنديرو فيه واحد البيضه وكنطربو هاد الشيء شويه بيان. وهما باش غادي نبداو كندهنو الخبيزات ديالنا قبل ما نديرو عليهم بيان هادو لي غرين ديالنا. اي انا اختاريت الشيشه بيان سور والكينوا ممكن تشيرو كيف قلت السميده ممكن تشيرو غير لا فارينو دسي ممكن ديرو الزنجلان البافو الحبه السوداء المهم داكشي تيبقى اختياري نتوما ولوغو ديالكم نتوما وشنو كيعجبكم بيان سور. دونك فوالا كنشدوهم من بعد بحال هكذا ومن بعد ما تنطربو هذيك البيضه ديالنا سي تنبداو تندهنوهم هكذا من الفوق. تيقوني راه كيجيو زوينين الصراحه. دونك فوالا غادي نبقى معاهم كلهم كيف قلت غادي ندهنهم كلهم ومن بعد فاش غادي نديرو ليهم بيان سور عندنا هادوك لي كريم غادي نخليهم يرتاحوا لينا واحد 5 مينوت هكذا دغيا في الفاصون غادي يطلبوا واحد شويه. فوالا دابا هانتوما كي كتشوفوا غادي نشد انا بحال هكذا انا عندي هاد الشيشه بحال هكذا سي غادي نبدا تنشدها وغادي نبدا نديرها هكذا على الكوموندي على البيزات ديالي بحال هكذا. هادو درت لهم بحال هكذا الشيشه الاخرين غادي نديرهم شويه بالكينوا نتلاقاو تتالوغ ان شاء الله باش نشوفو التتيمة ان شاء الله. كيف قلت غادي نخليوهم يرتاحوا لينا واحد جهد 5 دقائق حتى 10 دقائق بيان سور ابخي غادي ندخلوهم عندنا الفوق ان شاء الله 180 على حساب 20 مينوت ابخي كوم سا. وداكشي تيبقى سولون الفوق ديال شاكا الفوق اللي تيكون شويه مجهد على دوطخ. دونك دخلوهم وغادي تراقبوهم بيان سور تشوفوا فاش يبانوا لكم بانهم حمرين صايي وكذا صايي غادي تخرجوهم وها خبزاتكم واجدين. ولا حبيباتي ها الخبز ديالنا ها هو كي كيجي هانتوما كي كتشوفوا الصراحه راه تيجي غزيول. دونك انايا كيف قلت درنا 180 في الفوغ 180 خليتو ابوبخي 15 مينوت با بلوس. المهم تنشوفو كي كدا نقول تتشوفوه تيتحمر هكدا من الفوق يعني سي بون انكم خصكم تحيدوه. دونك هكدا كي كيجي الصراحه ما نكذبش عليكم راه كيجي زويون هانتوما كي كتشوفو راه تيجي من فوق هكدا رطيب ويوبن وفشفش هكذا فرانشمون. المهم هذا كيف قلت المهم
زوي ولينا باش تكون عندنا شي عريضه ولا شي حاجه هكذا فاش تنحطوه كلهم تيكونوا عندهم نفس القياس ولا الصراحه تيجيو زوينين. المهم كنتمنى ان لا غوسيت تاع هذا النهار تعجبكم، كنتمنى سيختو انكم تجربوها، ولا جربتوها لا تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم وها مع الاصدقاء تاعكم مع عائلاتكم باش تعم الفائده كما كنقول دائما. دونك أبقى لي غير نودعكم ونقول لكم تهلاو بفريوسكم وليداتكم عائلاتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.